سلام تشرفا دخل قلبنا الفرحة ما قريب وشي ضدنا وانتي جبنا صحة. هكذا تم التغيير في شعار النادي. شعار النادي الأصلي حيث صمم سنة 1937 والذي كان من أوائل الشعارات للنادي الرياضي في المغرب، يحتوي على كلمات عربية وذلك بالاعتماد على فن كتابة الخط العربي. ثم بعد ذلك فريق الوداد الرياضي كان من الأوائل النادي الذي كان شعارها يحتوي على الهلال الذي يرمز للإسلام، وكذلك أول نادي مغربي يضع العلم المغربي على قميصه. الشعار تطور تطوير تدريجي ليصبح من أهم الشعارات الرياضية في المغرب. شعار نادي الوداد الرياضي سيتم تعديله مرة أخرى بإضافة واك فوتبول تيم مع تعديل طفيف للشعار الرسمي، وتم تسجيله لدى الجهات المختصة بحفاظ على الملكية لمنع استعماله من طرف أي جهة أخرى بدون إذن الفريق. إضافة النجمة الذهبية الأولى لشعار النادي سنة 1977 والتي يتم منحها لكل نادي يفوز بعشر بطولات للدوري، حيث أن القانون البطولة المغربية يعطي الحق لكل نادي بإضافة نجمة ذهبية لشعار على كل 10 بطولات دوري يفوز بها. شعار النادي لموسم 2017-2018 بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، نجمة في الأعلى ونجمتين في الأسفل. بالنسبة لشعار النادي الحالي تم إضافة نجمة ذهبية ثانية سنة 2019 بعد التتويج بالدوري المغربي للمرة العشرين، ثم أصبحت نجمتين في الأعلى ثم نجمتين في الأسفل. خلّى رام